السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. موضوعنا اليوم عن إكثار نبات الريحان من العقل. هذا الريحان اللي زرعناه من البذور في فيديو سابق، طلعت عندنا البذور وكبرت عندنا النبتة بهذا الشكل. الآن راح نكاثره بالعقل. نأخذ عقلة هذه هي العقل، راح نزيل الأوراق اللي موجودة بالأسفل. هذه هي العقل، أخذناها عقل الريحان. نختار العقل اللي تتواجد بها هذه العقد، من هذه العقد راح تبلش الجذور تظهر عندنا مرة ثانية. نضعها فقط في كوب ماء هذا الشكل، ضعه في مكان يوصل إلى ضوء الشمس لتسهل عملية التجذير. بعد أسبوع نلاحظ الجذور جذر عندنا الآن ننقله إلى التربة. طبعا تقدرون أنه تكاثروا بأي وقت من أوقات السنة، يصير يكبر وينثر. نعمل فتحة في التربة، ونغطيه بهذا الشكل. بعد عدة أيام راح نلاحظ إنه النبتة كبرت عندنا. كل ما ناخذ من عنده ناخذ من ذا على أنقص، راح يرجع تطلع أوراق جديدة وتكبر عندنا مرة ثانية النبتة. إذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.